متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. تتأثر بعض مناطق المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، حيث هطلت زخات رعدية من الأمطار على أجزاء مختلفة من مناطق جنوب غرب المملكة، كما امتدت بعض من هذه الزخات إلى مناطق داخلية في خارج نطاق الجبال. نشطت اليوم سرعة الرياح في المناطق الشرقية بما يسمى رياح البوارح، وعملت على حدوث موجات غبارية التي اندفعت بدورها إلى مناطق أخرى من المناطق الشرقية ووصلت أجزاء من العاصمة الرياض. آخر صور الأقمار الصناعية أشارت اليوم إلى هذه الحزم من السحب والغيوم الركامية التي تسببت بهطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار، كما لاحظنا وجود اندفاع لبعض الأتربة المثارة كما ذكرنا في المناطق الشرقية من المملكة. هذه توقعات الرياح خلال الأيام القادمة. اليوم الجمعة كما نلاحظ القطاع الشرقي والشمالي الشرقي من المملكة يتأثر بهبوب رياح البوارح، وهي رياح موسمية تهب في مثل هذا الوقت من العام، تتميز بأنها تنشط ما بين ساعات الصباح والظهيرة، تكون شمالية الاتجاه لأنها تهب من الشمال إلى الجنوب، وتكون ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة، في بعض الأحيان تكون مصحوبة بهبات قوية، وتتسبب هذه الرياح دائما بموجات وحدوث موجات غبارية تكون في بعض الأحيان كثيفة. إذن هذه الرياح كانت اليوم، غدا يتوقع أن تزداد سرعة الرياح، وبالتالي نتوقع غدا في مناطق مثل الدمام ومناطق الشرقية وصول حتى الإحساء وجود موجات غبارية كثيفة مع سرعات عالية للرياح في هذه المناطق. أيضا هناك رياح نشطة متوقعة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، ذلك ناتج عن امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، وقد تتسبب أيضا بحدوث موجات غبارية في المناطق الحدودية مع الأردن والمناطق الشمالية لمنطقة الجوف. تستمر هذه الرياح الشمالية والشمالية الشرقية، أي رياح البوارح، في المناطق الشرقية من المملكة بالهبوب حتى نهار يوم الأحد، وتكون مصحوبة بهبات قوية احيانا. بالنسبه لتوقعات الهطولات المطريه يوم غد او هذه يعني اليوم الجمعه، كما نلاحظ كان هناك فرصه الامطار امتدت شمالا ووصلت بعض المناطق الداخليه بما فيها منطقه حائل وايضا مناطق المدينه المنوره. غدا السبت متوقع بمشيئه الله تعالى عوده فرص هطول الامطار على طول المناطق الغربيه من المملكه على سلسله المرتفعات الجبليه، تكون على شكل زخات رعديه، لا يمنع ان تكون احيانا غزيره في بعض المناطق مما يتسبب بجريان الاوديه وتشكل السيول على هذه المناطق، واللافت أنها ستمتد إلى أيضا مرتفعات المدينة، ربما تشمل أيضا مرتفعات مكة والطائف ومرتفعات الباحة وعسير وأبها، كما أنها تمتد لبعض المناطق الداخلية بما فيها منطقة حائل وبعض الأجزاء الشمالية من المملكة، لكن تحديدا منطقة حائل. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، يكون الطقس مغبرا على فترات بسبب تأثيرات توابع الرياح البوارح، تصل بعض الموجات الغبارية إلى العاصمة الرياض تتدنى بها مدى الرؤية الأفقية وترتفع بها نسب الغبار في الأجواء، لكن الأجواء تكون دافئة ودرجة حرارة 29 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق المملكة نبدأها شمالا، إذا في سكاكا غدا 41-28 مع أجواء مغبرة، في حرارة من 39-26، أجواء حارة في تبوك من 39-24 درجة مئوية. تعود فرص الأمطار على المدينة المنورة غدا من 42-31، كذلك أمر في العاصمة المقدسة مكة المكرمة من 40-32 درجة مئوية. تعود الأمطار إن شاء الله غدا في مرتفعات الطائف وتكون العظمى 33 والصغرى 21، أما في جدة فالأجواء مستقرة والحرارة تقريبا 38، أي أنها حارة نسبيا إلى حارة، والصغرى 26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة أمطار رعدية متوقعة مرتفعات أبها والباحة، وترتفع في أبها 29 والصغرى 21، الباحة من 28-24، وفي جازان تكون من 33-30 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة بما فيها الإحساء أجواء مغبرة وشديدة الحرارة من 46-33 درجة مئوية، أيضا أجواء يعني حارة بشكل عام في الدمام مع هبوب لرياح نشطة وغبار وأتربة مثارة من 44-32، أما في حفر الباطن فتكون من 42-32 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض من 42-29 مع أجواء مغبرة، في القصيم من 41-28 والأجواء بوجه عام غالبا مشمسة وحارة، أما في حائل فتكون هناك فرص لبعض الأمطار الرعدية مع نشاط في سرعة الرياح يسبق هذه الأمطار الرعدية مسببا بعض الموجات الغبارية، تكون العظمى من 39 والصغرى 26 درجة مئوية. ختاما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة في العاصمة الرياض، تكون غدا إذا مغبرة نتيجة توابع حالة أو رياح البوارح، العظمى 42-29، تبقى في نفس المستويات يومي الأحد والاثنين لكن يتلاشى الغبار وتكون الأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.